السلام عليكم. أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن اضطرابا جوي محمل بتساقط أمطار غزيرة وثلوج ستشهد أغلب المناطق الشمالية وخاصة الوسطى والشرقية. كما أوضحت النماذج الرقمية للرصد الجوي أن الأمطار ستكون بداية من يوم الأحد الاثنين والثلاثاء وكذا الأربعاء. وأضافت ذات المصلحة أنه من المحتمل عودة الثلوج على القمم والتي يفوق علوها 1200 متر. أما الولايات المعنية هي كل من بتنا، خنشلة، سطيف، أم البواقي، قسنطين وكذا ولاية برج بوريريج، حيث ستتراوح من 2 إلى 4 درجات خلال الفترة المسائية والصباحية. أما في السواحل الوطنية ستتراوح بين 5 إلى 7 درجات. وبخصوص درجة الحرارة القصوى فستتراوح من 28 إلى 39 درجة.